النهارده كان في اجتماع خاص بتنسيق بدايه العمل في مشروع البنك الدولي اللي هو توصيل خدمه الصرف الصحي المعالج لقرى محافظه الدقهليه. زي ما حضراتكم عارفين وزي ما احنا اعلنا قبل كده ان في مشروع قومي بقرض ممول بقرض من البنك الدولي قيمته 550 مليون دولار، ده هيخدم 155 قريه في ثلاث محافظات، محافظة البحيرة والشرقية ومحافظة الدقهلية. محافظة الدقهلية واخدة نصيب الأسد من هذا المشروع حوالي 94 قرية. طبعا احنا خلال الفترة اللي فاتت كان في عندنا أعمال كثيرة جدا للتجهيز للعمل، يعني أنت عارف حضرتك المشروعات الكبيرة اللي زي دي بتحتاج أعمال تجهيزية كبيرة جدا زي الوثائق الطرح ووثائق البت والترسية ونظام المشاركة المجتمعية للاستحواذ على الأراضي. فالحقيقه اللي بذل مجهودات كبيره جدا خلال السنه ونص اللي فاتوا لغايه الحمد لله ما تم اعداد التصميمات وتم طرح اول كلاستر اللي هو كلاستر السنبلاويين، ده عباره عن محطه معالجه وبيخدم 7 قرى مجاوره لمدينه السنبلاويين. ده الحمد لله تم ترسيه العمليه وان شاء الله التنفيذ يبدا خلال اسبوعين في هذا الكلاستر. في نفس الوقت على التوازي معاه في عندنا 4 كلاستر تانيين تم طرحهم وجاري البت فيهم حاليا، وان شاء الله العجله تمشي بقى. مشكله الصرف الصحي مشكله قوميه عندنا، احنا عندنا نسبه تغطيه دلوقتي يمكن في حدود 15%، في خطه طموحه انه على مستوى الجمهوريه توصل ل 40% على مستوى خلال السنتين الجايين او 3 سنين الجايين. طبعا ده ليس بكافي، احنا هدفنا احنا نوصل ل 100% زي ما مستوى تغطيه المياه الشرب وصل تقريبا في حدود 96-97%، عايزين مستوى الصرف الصحي كذلك يوصل لهذا المستوى. طبعا ده بيحتاج وقت بيحتاج فلوس. الدوله بتحاول على قد ما تقدر توفر هذه الامكانيات الماديه، لكن بالاضافه للامكانيات الماديه محتاجين وقت التنفيذ نفسه. الحقيقه المشروع ده ماشي بخطوه سريعه جدا بالنسبه لاي مشروع، وده يمكن مش شرط البنك الدولي نفسه. المشروع ده ماشي بخطه طموحه وسريعه جدا مقارنه ببقيه المشروعات مش في مصر بس بل في العالم. فنرجو ان بقيه المشروعات اللي في مراحل اخرى في مرحله ثانيه لهذا المشروع وفي مراحل لاحقه، طبعا مش بس البنك الدولي في جهات اخرى بتمول هذا المشروع القومي، لكن طبعا في الاخر لابد ان احنا على ارض الواقع زي ما بيقول سواء وزاره او شركات تابعه او مقاولين او استشاريين ان احنا نعمل باقصى طاقه، وده فعلا يمكن نحسه انت النهارده انه الناس مضت العقد الاربع اللي فات النهارده شغاله. سلام.